أيها الطالبات والطلاب الأعزاء، المشاهدين والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في اللقاء الأول من سلسلة دروس بموضوع المدنيات للصفوف الثانوية. اسمي نصر خوري من الناصرة، معلم لموضوع المدنيات منذ سنين عديدة، وحاليا أدرس هذا الموضوع في قرية الرامة في مدرسة البطريركية اللاتينية، وأيضا في يافة الناصرة في المدرسة البطريركية اللاتينية. في الدرس الأول من لقائنا اليوم سنتحدث عن الديمقراطية المدافعة، وكما يقولون أيضا الديمقراطية التي تدافع عن نفسها، وهنالك من يطلق عليها اسم الديمقراطية المحاربة. هذا الاسم ماذا يقول لنا؟ ماذا نفهم من اسم موضوع الديمقراطية المدافعة؟ من هنا نقدر نستنتج قبل أن نبدأ بالشرح أن الديمقراطية يجب أن تدافع عن نفسها، ولكن السؤال من من؟ من هم الجهات التي يجب أن تحمي نفسها منها؟ وهنا أنا أقول، هل من المناسب منح الحرية لأعداء الحرية؟ لأن الديمقراطية هي عبارة عن حرية ومساواة، فإذا أعطيت الحرية لمن يرفضها فهو سيصبح عدو للديمقراطية. وهل يتحتم على الديمقراطية أن تحد من الجماعات المناهضة لها بقصد حماية استمرارها، أو أن الحد هو ضربة للحقوق الأساسية؟ وهنا نجد التضارب القائم بين الدفاع عن الديمقراطية وبين المس بالحقوق الأساسية الأخرى للمواطنين أو للإنسان. ولكن المس يأتي دائما عند الدفاع عن الديمقراطية وليس العكس. هذا الفصل يا إخوان يتكون من درسين. الأول كما قلت الديمقراطية المدافعة عن نفسها، والثاني هو الأمن والديمقراطية. وهنا سنتحدث عن ماذا نعني بالديمقراطية المدافعة، وكيف أن هذه الديمقراطية يجب أن تدافع عن نفسها. التاريخ يعلمنا أن الديمقراطية إن لم تدافع عن نفسها ستنتهي، وسيأتي مكانها نظام غير ديمقراطي. وإليكم مثلا جمهورية فايمر. فايمر هي مدينة ألمانية. في عام 1918 تم التوقيع على دستور حقوق الإنسان، حقوق مساواة وحريات، ولكن الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار أدى إلى فوز الحزب النازي الذي استعمل أدوات ديمقراطية للقضاء على الديمقراطية، وتم تعيين أدولف هتلر مستشارا لألمانيا، وهكذا تأسست الرايخ الثالث. الرايخ، كلمة الرايخ تعني المملكة، الرايخ الثالث أي المملكة الثالثة للألمان. إذن على الديمقراطية أن تتعامل مع القوى المعارضة لها، لأنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي. وهنا يجد طريقتين للدفاع عن الديمقراطية. هنالك نهجين. النهج الأول هو نهج الديمقراطية المطلقة. وماذا نعني بالديمقراطية المطلقة؟
الديمقراطية المطلقة تعطي حرية كاملة للتعبير عن الآراء المناهضة للديمقراطية، حتى لو كانت هذه الآراء عنصرية، حتى لو كانت هذه الآراء تدعو إلى عدم تأييد النظام الديمقراطي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك النهج هو الديمقراطية المطلقة، كذلك الأمر في بريطانيا، فهم ينتهجون الديمقراطية المطلقة ويعطوا الحرية الكاملة للتعبير تحت تفسير أن إعطاء الحرية قد تجعل القوى المناهضة للديمقراطية أن تعدل من مواقفها وأن لا تصبح فئات خطرة تعمل في السر ضد الديمقراطية، مما يؤكد على ذلك استقرار الحكم في بريطانيا مثلا، فنجد أن الحكم هناك مستقر على الرغم من أنها تنتهج الديمقراطية المطلقة، وهي لا تحاسب القوى المناهضة أو القوى المعاكسة، القوى التي تعارض الديمقراطية، إلا إذا نتج عنها عملا معين وليس تعبيرا فقط. أما الطريقة الثانية وهي عبارة عن نهج الديمقراطية المدافعة عن نفسها، وهذا النهج يختلف عن النهج الأول، في حين أن النهج الأول لا يحاسب إلا إذا نتج عمل معين، الطريقة الثانية تحاسب حتى لو كان التعبير محرض أو تعبير منافي للديمقراطية أو تعبير الذي يضر بالأسس الديمقراطية، وهذا النهج موجود اليوم في ألمانيا، إيطاليا، النمسا، فرنسا وألمانيا وأيضا إسرائيل. إن هذا النهج أو هذه الطريقة هي توقف كل من أراد أن يناهض الديمقراطية أو أن يقوم بالتحريض ضدها. لذلك نجد أن هنالك طريقتين، ولكل دولة طريقة تنتهج فيها الطريقة التي تناسبها. الآن كيف يتم المس بالحقوق عند الدفاع عن الديمقراطية؟ المس بالحقوق يتم عندما تأتي الدولة وتحد من قضية حرية التعبير. عندما تمس بهذا الحق، هي لا تمس به لأنها تريد أن تمس بحق حرية التعبير، ولكن لأن التعبير قد يكون منافي لقواعد الديمقراطية والتي قد يشكل خطرا عليها، فهي تقوم بالمس بهذا الحق وتمنع التعبير إذا كان تعبيرا محرضا أو عنصريا أو منافيا لطابع الدولة كدولة إسرائيل مثلا، إذا كان التعبير منافيا للطابع اليهودي والطابع الديمقراطي. والآن نسأل، ما هو الخطر من عدم الدفاع عن الديمقراطية؟ إذا لم ندافع عن الديمقراطية ونترك الأمر في النهجين، إن كانت مطلقة أو غير مطلقة، نترك الأمر لجميع الفئات أن تحاول أن تقوم بأي عمل تحت ستار الحرية وتحت ستار حرية التعبير، النتيجة يا إخوان زوال النظام الديمقراطي وتحويله إلى نظام غير ديمقراطي، قد يصبح نظاما أوتوقراطيا، وهذا النظام يعني حكم الفرد، أي حكم المستبد الذي يصل إلى الحكم بدون انتخابات. ولكن نجد أيضا أن هنالك أساليب التي تنتهجها الدول الديمقراطية
في معالجة من يناهض هذا النظام. الآن نعود للحديث عن التوجه الديمقراطي الدفاعي، نهج الديمقراطية المدافعة عن نفسها. البند 7 ألف من القانون الأساسي للكنيست ينص على أنه لن تشارك قائمة مرشحين في الانتخابات للكنيست إذا تضمنت أهدافها أو أعمالها أحد الأمور التالية: أولا التحريض على العنصرية، ثانيا نفي دولة إسرائيل، نفي الطابع لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والأمر الأخير تأييد الكفاح المسلح ضد الدولة أو مساندة منظمة إرهابية. لا يعقل أن يكون في داخل الدولة الديمقراطية مجموعة تؤيد الكفاح المسلح ضد الدولة أو مساندة منظمات إرهابية وأن تبقى الدولة الديمقراطية مكتوفة الأيدي. من واجب الديمقراطية هنا أن تدافع عن نفسها وأن تحد من حرية عمل الساعين لتقويض النظام والقيم الديمقراطية. وهنا عندما نقول الحد من حرية، هنا يأتي المس بحق حرية التعبير أو حق حرية التنقل أو حق حرية الاجتماع أو حق حرية الإضراب أو حق حرية التظاهر. كل هذه الأمور تنتهجها الدولة الديمقراطية من أجل الحفاظ على كيانها والحفاظ على نظامها الديمقراطي. الآن أن البند الذي سن في قانون الكنيست أتى ليس فقط بسبب التحريض ضد الديمقراطية، ولكن أيضا عندما قام أحد الأشخاص المدعو مئير كهانة بتأسيس حزب كخ العنصري والذي دعا إلى طرد العرب من إسرائيل. وفي عام 1984 تم استبعاد قائمتين من قبل لجنة الانتخابات. لجنة الانتخابات المركزية رفضت أن يشترك حزب كاخ وأيضا الحركة التقدمية بقيادة المحامي محمد معاري، لكن محكمة العدل العليا ألغت قرار لجنة الانتخابات وقامت بالسماح لهما بالاشتراك بالانتخابات. ولكن بعد مرور 4 سنوات، أي في عام 1988، وبسبب المدعو مئير كهانة، قامت الكنيست بسن البند 7 ألف الذي ذكرته سابقا والذي منع الاشتراك في الانتخابات لكل من حرض على العنصرية أو دعم كفاح مسلح معادي أو نفى طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية. الآن في عام 1965 أيضا رفضت لجنة الانتخابات قائمة الاشتراكيين أبناء البلد، وهي قائمة عربية متطرفة حسب الرؤية الإسرائيلية، بدعوى أن مؤسس الحركة أو مؤسسي الحركة ينكرون إسرائيل كدولة يهودية وينكرون وجودها أصلا. قدم التماس لمحكمة العدل العليا لكنه رفض، وتم شطب القائمة باسم شريعة ياردور
يعقوب ياردور، يعقوب ياردور، وهو رئيس لجنة الانتخابات الذي قرر أن من حق الديمقراطية أن تدافع عن نفسها، ولذلك تم شطب هذه القائمة. الآن نجد أيضا أن إحدى الوسائل التي تنتهجها الدولة الديمقراطية في الدفاع عن نظامها هو ما يسمى بالاعتقال الإداري. وماذا نعني بالاعتقال الإداري؟ الاعتقال الإداري هو عبارة عن إلقاء القبض على أشخاص بالقوة لمجرد الاشتباه بهم بأنهم يقومون بأعمال تقوض النظام الديمقراطي. ولكن هذا الاعتقال يا إخوان يتم بدون لائحة اتهام، أي هنا لا نجد حق الإنصاف القانوني، حق النزاهة القانونية تنعدم في هذا الاعتقال، لأنها لا تستطيع أن تعطي نزاهة قانونية في هذه الحالة، فهي تريد أن تمنع الضرر الذي سيلحق بالديمقراطية قبل حدوثه، ولذا تقوم بالاعتقال دون لائحة اتهام، وأيضا بدون محاكمة، وبدون إثبات أن الشخص قد ارتكب مخالفة. وفي نفس الوقت نستطيع أن نقول أن هذا الاعتقال هو اعتقال وقائي لتفادي خطر يهدد أمن الدولة ويهدد النظام الديمقراطي. الآن كلمة بخصوص المدعو مئير كهانة الذي أقام في الولايات المتحدة رابطة الدفاع اليهودية بهدف حماية اليهود من الاعتداءات اللاسامية، وبعد هجرته إلى إسرائيل أسس حركة أسماها حركة كخ اليمينية المتطرفة التي نادت بطرد العرب من إسرائيل. وفي عام 1984 تم انتخابه للكنيست، وفي عام 1988 كما ذكرت تم إلغاء قانونية حزبه، مما يؤكد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية تمنع الأحزاب العنصرية من الاشتراك في الانتخابات. وقد اغتيل مئير كهانة عام 1990 في مدينة نيويورك، وأعلن عن حركته منظمة إرهابية وتم إخراجها عن القانون. سنخرج الآن أيها الطلاب الأعزاء إلى استراحة قصيرة ومن ثم نعود.
نعود الآن إلى القسم الآخر من الدرس الأول، والذي سنتحدث أنه في عام 2015 انتخابات الكنيسة العشرين، قررت اللجنة، لجنة الانتخابات، حجب ترشيح عضو الكنيسة حنين زعبي بحجة دعم الكفاح المسلح وشطب باروخ مارزل على أساس تصريحاته العنصرية، إلا أن محكمة العدل العليا ألغت قرار اللجنة وسمحت لهما بالترشح في الانتخابات. عملية الشطب تثبت لنا من ناحية أن الدولة تريد أن تدافع عن الديمقراطية ولا تسمح لمتطرفين بنشر أفكارهم ونشر آرائهم التي قد تؤثر سلبا. ولكن من ناحية أخرى نجد أن الديمقراطية أيضا تعلو هنا عندما قامت المحكمة بالسماح لهما بالاشتراك بالانتخابات. نجد هنا التضارب بين الديمقراطية أيضا والمحافظة على النظام الديمقراطي. نتحدث الآن عن الخطر الذي ينطوي في حق الاعتقال الإداري كوسيلة للمحافظة على النظام الديمقراطي. أولا، الاعتقال هو عبارة عن خطر المس بالديمقراطية وقيمها، حيث يمكن للسلطة استغلال صلاحياتها والمس بحقوق الإنسان والمواطن بدون مبرر. أي هنا من خلال المحافظة على النظام الديمقراطي والمحافظة على هذا النظام، تقوم الدولة بالمس بالحقوق الأساسية والمس بحقوق المواطن والإنسان. ثانيا، من الاحتمال أنه قد تنشأ وضع تتحول فيه المجموعات المعادية للديمقراطية المقيدة أو التي أخرجت عن القانون إلى حركة مقاومة سرية وتلجأ إلى وسائل عنيفة تهدد استقرار الديمقراطية وأمن الدولة. هذا البند الذي يتحدث عن أن تتحول مجموعات إلى مجموعات سرية هو أحد الأخطار التي قد تحدث في الديمقراطية المدافعة عن نفسها والتي تحد من حق حرية التعبير أو حق حرية الكلام أو حق حرية الاجتماع، مما يؤدي بهذه المجموعات إلى الاجتماع سرا. وهنا يوجد خطر الذي ينطوي في هذا الحق. الآن، ماذا نعني بحالة الطوارئ؟ حالة الطوارئ يا إخوان هي الحالة التي يكون فيها المجتمع في الدولة في خطر نتيجة تهديد خارجي أو داخلي، ويعترف المجتمع بضرورة قيام الحكومة باتخاذ خطوات فورية وشديدة من خلال تشريعات الطوارئ من أجل حماية المجتمع من الأخطار التي يواجهها. وهنا أريد أن أشدد على أن الديمقراطية هي عبارة عن توافق المواطنين. المواطنون هم الذين يقررون أن يكون النظام الديمقراطي ناجعا، لأنهم عندما يعلمون بحال الطوارئ هم سيوافقون على الخطوات التي ستتخذها الحكومة من أجل منع تأثير هذه الحالة على أمن الدولة، كما حدث أيضا في الولايات المتحدة بتاريخ 11/9/2001 11 سبتمبر.
بعد التفجيرات الانتحارية ببنايات التوأم في مدينة نيويورك، حيث تمت اعتقالات واسعة واقتحمت بنايات خاصة وبيانات خاصة للتنصت على مكالمات هاتفية، حيث لاقت هذه الإجراءات دعما شعبيا جارفا، أي أن الشعب هناك أيد هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، وآمنت بأن حالة الطوارئ تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شديدة ومتشددة، ويكون لها هنا الحق في أيضا المس بحقوق المواطنين من أجل المحافظة على النظام الديمقراطي. المجتمع عندما يكون مستعد لقبول تقييد الحريات الفردية وليس حسب المعتاد، يكون ذلك لمصلحة المصلحة العامة. الآن حالات الطوارئ يا إخوان تتمثل أيضا بتقييد التغطية الصحفية. تقييد التغطية الصحفية في حالة الطوارئ هو خطوة تتخذها الحكومة من أجل عدم نشر معلومات قد تثير الأفكار وقد تثير الشعب وقد تثير الشغب أيضا، عندما تكون الدولة في حالة لا تستطيع بها أن تتصرف بطريقة أخرى. كما أن حالات الطوارئ التي تسمح أيضا بالاعتقال الإداري أو الاعتقال الوقائي الذي يمس بحرية المعتقل وحقه في الإجراءات القانونية المنصفة، أي هنا لا نستطيع أن نسمح بإجراءات قانونية منصفة، حيث أن الدولة لا تستطيع أن تجري إجراءات قانونية منصفة مع مجموعات إرهابية التي قد تشكل خطر على أمن الدولة أو على الديمقراطية فيها. أيضا في الاعتقال الإداري لا تعطي الدولة للمعتقل أي معلومات عن الأدلة ضده، ولا تعطي له الفرصة لإسماع أقواله. بهذه الطريقة هي تمنع حق حرية الكلام وحق حرية التعبير، ولكن هذا من دافع المحافظة على النظام الديمقراطي وعدم الفتح المجال لأمور أخرى قد تحدث أكثر. أيضا هنا لا يجوز اعتقال شخص إداريا إلا إذا لم تكن هناك وسيلة أخف لمنع الخطر الذي يهدد أمن الدولة. هذه الجملة تدل على أن الدولة لا تنتهج الاعتقال الإداري أو الوقائي مباشرة، أي إذا كانت هنالك طريقة أخرى أخف من الاعتقال الإداري تقوم الدولة باتباعها، ولكن إن لم تكن هناك طريقة أخف فهي تقوم بالاعتقال الإداري. الآن هنالك من يرفض هذا التوجه ويقول أنا لا أؤيد مبدأ الديمقراطية التي تدافع عن نفسها. لماذا يرفض أو يرفض هذا التوجه؟ هذا التوجه يرفض لأنه يرى أنه يمنع على الدولة الديمقراطية المس بحقوق الإنسان والمواطن، ولذلك مثلا لا يقيد الدستور الأمريكي الأحزاب أو التنظيمات المعادية للديمقراطية ما دامت لم ترتكب أي عمل جنائي يبرر تقييد الحقوق الأساسية لها، وهذا ما يسمى
بنهج الديمقراطية المطلقة التي ذكرت سابقا، أي أنهم لا يؤمنون بالمس بحقوق الإنسان تحت ستار حماية الديمقراطية. وهنا نصل إلى نقطة هامة جدا، وهي التضارب بين حقوق الإنسان وحماية الدولة. المس بحقوق الإنسان لأسباب أمنية، إن الحاجة لتحقيق أمن الدولة يؤدي أحيانا إلى نشوء توتر بين مبادئ الديمقراطية وأمن الدولة. فعندما يكون هناك خطر حقيقي يهدد أمن الدولة وينشأ تضارب بين الأمن والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن، تسمح دساتير الدول الديمقراطية المس بالحريات الأساسية في حالة الطوارئ والحرب لحماية أمن الدولة، أي لضمان استمرارية الدولة ووجودها، فلا تستطيع أن تقامر بوجودها، ولا تستطيع أن تضع وجودها على قرون غزال. لهذا وجب عليها الدفاع عن نفسها، وجب عليها الدفاع عن ديمقراطيتها، وجب عليها الدفاع عن نظامها الديمقراطي. والتاريخ قد علمنا كثيرا، كما حدث في ألمانيا وفي إيطاليا وفي دول أخرى كثيرة في العالم التي لا تنتهج النظام الديمقراطي، واستعملت أدوات ديمقراطية من أجل القضاء على النظام الديمقراطي. فتفرض الرقابة، تقوم الدولة بفرض الرقابة وتقيد وتمنع التغطية الصحفية، وهذا يعتبر مساً بالحقوق الأساسية الطبيعية للمواطن والإنسان. الآن اليوم يا إخوان، في القرن 21، الديمقراطية المعاصرة توفر لمواطنيها حريات كثيرة، مثل حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية التنظيم، حرية التنظم، غير أنها تجد نفسها أحيانا مضطرة لتقييد هذه الحريات، لأنه لا يمكن لجهات غير ديمقراطية بواسطتها، أي بواسطة هذه الحريات، أن تصل إلى السلطة، كما حدث لجمهورية فايمر الديمقراطية في ألمانيا. وما يضيف أيضا توسع الحريات أيضا اليوم هي العولمة التي نجدها اليوم في العالم، والمعلومات التي تصلنا من دول أخرى على جميع الأصعدة، هي تساعد أيضا بوجود حريات التعبير والكلام والاجتماع والآراء، أي أن الديمقراطية اليوم تختلف عن الديمقراطية التي كانت في السابق كثيرا، لأنها تضيف من حرية الإنسان وحرية الفرد، وهي آخذة في التطور الدائم، حيث نجد كثير من الدول اليوم تحاول أن تصل إلى هذا النظام الديمقراطي على الرغم من قلتها في العالم. من الناحية العملية، يمكن للديمقراطية في حال لم تدافع عن نفسها أن توفر الأدوات لمن يرغب في تحطيمها، فيتمنح الحريات، وتمنح حرية التعبير، وتمنح حرية الاجتماع، وتمنح حرية التظاهر،
وتمنع حرية الاحتجاج، مما يساعد الفئات التي لا ترغب بالنظام الديمقراطي أن تقيم سلطة مستبدة، كما اعتلى النازيون والفاشيون الحكم بشكل ديمقراطي في ألمانيا وأقاموا هناك حكما ديكتاتوريا. من صلاحية الحكم الديمقراطي أن يمنع تنظيم مجموعات غير ديمقراطية وأن يخرجها خارج القانون حتى وإن لم تنفذ بعد أي عمل جنائي، وهذا ما يسمى بالديمقراطية المدافعة عن نفسها، أي نهج الديمقراطية المدافعة عن نفسها وليس نهج الديمقراطية المطلقة. طبعا هذا المبدأ يطبق في دول أوروبا وإسرائيل. بهذا الشكل يا إخوان، كما ذكرت سابقا، تم إخراج حزب كاخ العنصري خارج القانون في انتخابات الكنيسة عام 1988. الآن السؤال الأول، ولكن قبل السؤال أريد أن ألخص هذا اللقاء، أن الأجهزة القانونية في حالة الطوارئ هي أنظمة الدفاع أيضا، ولكن أنظمة الطوارئ تستمر لمدة 3 أشهر لا أكثر، وأيضا أوامر منع الإرهاب، وسائل التنصت وصلاحيات التفتيش واسعة النطاق، الاعتقال الإداري أو الوقائي. هذه الإمكانيات الخمس التي تنتهجها الدولة في حالة الطوارئ كما ذكرنا. والسؤال الذي يسأل الآن، هل الاعتقال الإداري هو الأداة المناسبة لمكافحة الإرهاب؟ وهل يمنع أو يغير الإضراب عن الطعام تعريف المعتقل كخطير فيطلق سراحه؟ إذن ينبغي حفظ الاعتقال الإداري فقط للحالات النادرة القصوى التي لم نجد لها حلا أخف من الاعتقال الإداري. بهذا ينتهي الدرس الأول، وأسئلة حول هذا الموضوع ستكون في اللقاء القادم الذي هو الدرس الثاني الذي يتحدث عن الديمقراطية والأمن، أو الأمن والديمقراطية لأنهما توأمان.